مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما منورينا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واخبار الاهلي. في البدايه طبعا كل مصر وكل الشعوب العربيه وكل محبي محمد صلاح بيتمنوا فوز مصر في الشوط الثاني اللي هيبدا بعد قليل ان شاء الله. مباراه مهمه جدا جدا لكل المصريين وكل العرب زي ما قلت، وكل محبي محمد صلاح النجم الكبير كلنا بنقول يا رب من اجل فوز المنتخب المصري بالثلاث نقاط المهمه جدا جدا في مشواره. عارفين طبعا المباراه الاولى انتهت بهزيمه المنتخب بهدف في الوقت القاتل امام اوروجواي، والمباراه الثانيه شوطها الثاني هيبدا بعد قليل، وان شاء الله المباراه الثالثه مباراه السعوديه بعد مباراه روسيا اللي ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخب المصري، كل مصر متفائله جدا بالمنتخب النهارده، ويا رب يبقى عند حسن ظن الجماهير المصريه والشعوب العربيه كلها. وزي ما قلت وبكرر، محبي محمد صلاح بقوا كتير جدا في كل العالم وكلهم بيتابعوه وكلهم بيدعموه. ان شاء الله منتخبنا يكون عند حسن ظن الجميع في الشوط الثاني، شوط في منتهى القوه، شوط يعني كله فارق في كل ثانيه فيه، كل ثانيه فيها هتبقى فارقه المنتخب المصري، ومصر كلها ان شاء الله يكونوا رجاله المنتخب عند حسن ظن الجميع. نروح لاخبارنا بسرعه جدا. النهارده النجم والاسطوره كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب ابدى ترحيبه الشديد بالدكتور أشرف صبحي، مؤكدا أن النادي الأهلي لديه مشروع شبابي من أجل مصر بشكل عام والنهوض بالمستوى الرياضي والشبابي في الأهلي بشكل خاص. وأوضح رئيس النادي الأهلي أن كل المؤسسات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة بحاجة للتكاتف معا من أجل مشروع شباب ورياضة مكثف لمصلحة مصر الوطن الذي يحتوينا جميعا. كلام في غاية الأهمية قاله الكابتن محمود الخطيب النهاردة في أثناء زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. من ناحية تانية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشاد خلال زيارته الرسمية للنادي الأهلي بنجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تحقيق رقم تاريخي في عقد الرعاية والبث، والذي أبرمه النادي لبيع حقوق التسويق على كافة الأصعدة مقابل مليار جنيه. حضراتكم طبعا عارفين الصفقات اللي تمت برئاسة كابتن محمود الخطيب ومجلسه. أضاف أن نجاح الأهلي في الوصول لهذا الرقم يعكس المكانة الكبيرة التي يمتلكها هذا النادي الكبير، والتي ساهمت في حصوله على هذا الرقم التسويقي والذي وصفه وزير الشباب والرياضة بالتاريخي، رقم تسويقي تاريخي على حد قول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد على أن الأهلي أحد وأهم وأكبر القلاع الرياضية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون بحجم أو بحاجة لدعم ومساندة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات المهمة. أعتقد أنه كلام مهم جدا أعيده على حضراتكم بسرعة. أكد على أن النادي الأهلي أهم وأكبر القلاع الرياضية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون بحاجة لدعم ومساندة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات المهمة. وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة بملف عودة الجماهير، ملف في غاية الأهمية بيتبناه من زمان الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر بعودة الجماهير للملاعب من جديد، مؤكدا على وجود حملة كبيرة ستطلقها الوزارة بالتعاون مع النادي الأهلي وبقية الأندية لإتمام هذه الخطوة بنجاح. أضاف وزير الشباب والرياضة خلال جلسته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن الأمر سيشمل الاهتمام باتخاذ نموذج الجماهير في كأس العالم المقام حاليا في روسيا من أجل الاستفادة منه في توعية الجماهير لضمان عودتها إلى المدرجات بشكل لا يترتب عليه حدوث أي أزمات من نوع آخر. وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الجماهير بمختلف انتماءاتها للنجاح في تنفيذ هذا الملف الهام، ملف هام جدا، والذي يأتي على رأس أولوياته بعد تكليفه رسميا بوزارة الشباب والرياضة. للتعرف بشكل أكبر على هذه الزيارة نروح لتقرير ونرجع لحضراتكم على طول. بنبارك للدكتور
دكتور أشرف صبحي على تولي ملف الرياضة الشباب والرياضة، وده ملف مهم جدا جدا سواء في المرحلة السابقة أو المرحلة القادمة. دي ملف مهم. دكتور أشرف مش غريب عن الوسط الرياضي، ويمكن احنا كلنا عارفينه، أخ ويمكن كل كلية التربية الرياضية بتهني نفسها لأول وزير شباب الرياضة يبقى فعلا ابن كلية التربية الرياضية، وعنده خبرة علمية كبيرة جدا، عنده خبرة إدارية كويسة. ان شاء الله باذن الله احنا بنتمنى له التوفيق والنجاح في الفتره اللي جايه. احنا اشتغلنا مع بعض، يمكن هو قال الحمد لله في 2013 لما كان رئيس هيئه الاستاد. دكتور اشرف طبعا يعني برضو دي مميزات اللي انت تولي المسؤوليات للاعمار السنيه اللي هي لسه، مش عايز نقول بقى احنا خلاص احنا يعني في اعمار سنيه، هي مش هقول شابه، هي عدينا، برضو بتتحرك بسرعه وعنده سرعه حركه. هو من ساعه ما تولى الملف الوزاره يمكن هو قال اول زياره ليه كانت مراكز الشباب عشان يهتم بالشباب، ورساله واضحه جدا لكل الشباب المصري. وتاني زياره على طول الانديه الرياضيه، واختار القطبين الكبار نادي الاهلي ونادي الزمالك، واي واحد في مكانه لازم يعمل كده. ان انت تروح للنادي الاهلي، طبعا انت عارفين النادي الاهلي قطب رياضه كبير جدا جدا، والنادي الزمالك نفس القصه. انا سعيد جدا جدا ان هو اتكلم النهارده في ملف مهم قوي، وبدايه كلامه كانت حاجه كويسه قوي، اللي هو النهارده الملف عوده الجماهير، وهو متحمس جدا واحنا كلنا متفائلين بهذا الموضوع. ويمكن هو هنبدا فعلا ان شاء الله باذن الله بالتعاون معاه، واحنا يعني فول سبورت معاه جامد جدا، ان احنا عوده الجماهير، اللي احنا متبنيين الملف، ويكون هو اللي ابتدى وبادر، لان احنا متاكدين ان الدوله عايزه فعلا خلال الموسم دوت يبقى في عوده للجماهير بشكل كويس جدا. فهنبدا الحمله التوعيه، وهيبقى في اكيد لقاءات الفتره اللي جايه. هو زي ما اقول احنا طبعا بنرحب بيه، يمكن كابتن خطيب اول لما يعني المفروض احنا كنا سباقين، لكن هو رتمه سريع ما شاء الله يعني كويس، ربنا يوفقه. هو جه النادي الاهلي وشرفنا فيه النهارده، وان شاء الله باذن الله هيبقى في زياره وفد من النادي الاهلي هيروح يهنيه في مكتبه، وهيبقى فيه بقى ملفات متعدده زي ما هو قال. انت النهارده هو محتاج النادي الاهلي ومحتاج نادي الزمالك في المنتخبات القوميه في الدعم الرياضي بشكل كويس. الاهم اللي انت هتهتم بالرياضه الفتره اللي جايه عشان تغير الفكر للشباب بتاعنا. اهم حاجه بالنسبه لنا الرياضه، كل ما انت هيبقى عندك قاعده رياضيه بتاعتك على مستوى واسع، كل ما انت هتبتدي توصل للشباب بالشكل اللي هم عايزينه. النهارده خلاص اختلفت الامور، اختلفت. الشاب النهارده بقى في عنده سرعه حركه، في متفتح النهارده زي ما انت شايف، متابعه كاس العالم شكل عامل ازاي، متابعه دوري اوروبا شكل عامل ازاي. الدوري المصري هو برده لفت النهارده، النادي الاهلي نجح في اللي هو يبيع تسويقيا حقوق البث وحقوق الرعايه بمبلغ كويس جدا، اداله الارم اللي هو انت النهارده لا السوق المصري سوق كبير جدا جدا، ولكن ازاي هتحتوي الشباب الفتره اللي جايه، ازاي هتعلو بشان الرياضه. هو قال لك انا كنت في اللجنه الاولمبيه، انا شايفه بيتحرك، ودي حاجه كويسه جدا جدا، ربنا يوفقه، واحنا سعداء بيه جدا ونرحب بيه. وزي ما انت شفت النهارده مجلس اداره بالكامل، اللي موجودين واللي مش موجودين كانوا عايزين يبقوا معانا، احنا في عند اعضاء مجلس اداره زملاء في الخارج، فلكن كل المجلس اداره بالكامل، رئيس النادي ونائب رئيس النادي يعني الصندوق، اعضاء مجلس اداره بنرحب بيه وسعداء، وان شاء الله ما تبقاش الزياره الاولى والاخيره، يعني هتبقى زياره في زيارات متعدده باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. بنحدد المستقبل هيكون ايه ما بين الجهه الحكوميه، واحنا لازم نمشي عشان الطريق. السلام عليكم.